اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في الفيديو بتاع الدعم في قناة الافلام. طبعا يا جماعة انا اسف على غيبة كل الشهور دي، تمام، عن قناة افلام ليك، لاني كنت شغال في قناتي محمد ابراهيم حميد اللي ظهر قدامكم، تمام. فانا اسف، وشكرا طبعا على ال 12,000 مشترك اللي هيجوا. فانا اسف على الغيبة صراحة، لان صراحة كنت شغال على القناة التانية وزي كده، وكنت عايز اكبر من القناة التانية. ف انا وعدت في القناة التانية بتاعتي اللي اول ما اوصل 1,000 مشترك في قناتي اللي هي محمد ابراهيم حميدو، هعمل دعم في قناتي للافلام، تمام. فانت مش مجبر تشترك في القنوات دي اللي انا هحطها في الوصف، انت حسب راحتك، عايز تتفرج اتفرج، مش عايز خلاص، بس اتمنى تحط لايك وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشترك في القنوات. بص لمحة كده في الديسكريبشن. فبالنسبة للافلام، هتنزل في القناة دي؟ احتمال قريب انزل الافلام وارجع الشغل على القناة دي تاني وزي كده. فطبعا انا اسف جدا للغيبة دي. فبس انا دلوقتي هحط الديسكريبشن اللي انت هتشوفه تحت في الوصف، تمام. هتشوف كل القنوات دي في الديسكريبشن، تمام. انت ليك حرية الاختيار، يا اما تشترك يا اما لا، انت حر. فبس يا جدعان، طبعا في واحد كاتب لي تعليق في قناتي التانية، وش رايك اعطيك فلوس تشتري مايك حلو؟ لا انا عندي فلوس، طيب هو حاسب ان انا مش عندي فلوس فمش عارف اشتري المايك. لا انا عندي فلوس والحمد لله معايا، بس المشكله في المحل، كل ما اروح، تمام، هتلاقيهم ايه، يقول لي لا المايك لسه ما وصلش، عشان المايك عليه طلبات كتيره، فطلبوا كميه كبيره من المايك، فهي بتيجي جايه في الطريق. فبس المهم انا انت ليك حرية الاختيار تشترك او لا. فبس هو ده كان فيديو على قناة افلام ليك، وسلام. طبعا ليك حرية الاختيار، عايز تشترك اشترك، مش عايز انت حر برضو. فا اوكي، سلام.